السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هاد النهار ان شاء الله نتحدثوا على واحد الموضوع ديال واحد النبات كيجعل الارانب تتحمل حر الصيف. كل المربون ديال الارانب كيخافوا من تربية الارانب في فصل الصيف، بحيث ان الارانب كدات تموت، خصوصا الصغار ديال الارانب. سمو كيلاحظ المربي ان الارانب كدا كتلهف، يعني ما كتكونش بالطبيعه ديالها، كتحس بها كتلهف بزاف بواحد الطريقه غير عاديه، وفي نفس الوقت كتقل الحركه ديالها والحيويه ديالها. سمو كيوقع ان المربي كيوقع في حيره، ما كيعرفش كيفاش يتصرف، يعني خصوصا اذا كان عاد مربي عاد مبتدئ. الاجابه على يعني المشكل هذا ان الحاجه اللي خص المربي يديرها اول حاجه هو يضلل على الارانب ديالو مزيان، ما يخليش اشعه ديال الشمس تسقط على مباشره على الارانب، وكذلك التهويه ضروري من التهويه، يعني ما تخنقهمش. كذلك الانسان اذا تخنق حتى هو في واحد البيت كيحس براسو مخنوق، ملي كيحل الشرجم كيحس براسو مهوي، كذلك الارانب. اما الموضوع ديالنا هذا النهار وهو نبات معروف وكيخلي الارانب كتنعم بالراحه في فصل الصيف، وهو في الحقيقه موجود في كل منزل. هذا النبات وهو النعناع. النعناع بلا شك ان اي منزل عندكم كيكون فيه النعناع اللي كيصوبوا به اتاي. هذا النعناع الطريقه ديالو كيفاش غادي تخدموا الارانب، ماشي غتعطيهم منهم ياكلوه مباشره، وانما غادي الطريقه هي كالتالي: كتشدوا النعناع وكديروه مثلا في واحد كاس ولا، وكتدقوه، يعني كتدقوه بواحد المعلقه، كتدقوه مزيان حتى كيدق يدق يدق، وسمو كديروه كديروه في وسط الماء. المقادير هي كالتالي، يعني شحال بالضبط ديال المقادير اللي ممكن انكم ديروا، وهي منين تشوفوا واحد الحزمه ديال النعناع، يعني ربطه، حنا كنقولوا ربطه ديال النعناع، قسموها على جوج، حاولوا انكم تقسموها على جوج، او حنا نقولوا كاع الا بغيتي دير بكميه كبيره خلي هذاك 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 الماء، دير هذيك القبطه كامل، ديك الربطه حزمه ديرها كامله. شحال غادي ديرها؟ ديرها في 3 يطرو ديال الماء لمده، يعني تاش ديتي النعناع ودقيتيه دقيتيه تطلق هذاك الماء ديالو، وكتشد هذاك النعناع المدقوق كديرو في وسط، يعني حزمه كديرها باكملها كديرها في 3 يطرو ديال الماء، 3 يطرو ديال الماء. منين ديرها 3 يطرو ديال الماء، سمو غادي دير غادي تصف تخليها واحد الساعة، يعني بين ما تطلق داك المفعول ديالها داك المذاق ديال 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 النعناع كيتسلق في الماء واحد لمدة ساعة. ملي غادي تجيو تلقاو هذاك المفعول صافي طلق في النعناع طلق في الماء، سمو غادي ديرو غادي تشدو هذاك المحلول غادي تصفيوه، جيبو الصفاية ولا توب ولا اللي كاين في المتناول وتصفيوه. هاد الطريقه راها مجربه ومجربه ومجربه بزاف المرات، انا كنديرها في الصيف وكنلاحظ الفرق. هاد الطريقه خديتها عندنا واحد المراه كبيره هي اللي كديرها الارانب ديالها، هي عند الارانب البلديه، ولكن انا ملي درت الارانب ديالي الروميه خدمت 100%. سمو كتلاحظوا ملي كديروا هاد الماء او هاد المحلول كتعطيوه لهم يعني الارانب ديالكم تعطيهم لهم كماء، يعني كيشربوه. سمو غادي يلاحظ المربي ان غادي يلاحظ ان الارانب ديالو بدات كتحمل الحر، بدات كتسترجع الحيويه ديالها والنشاط ديالها. هذه راه في يعني جربوها، راها النعناع يعني كيدير واحد المفعول بالنسبه للارانب، واحد المفعول يعني ملي كتجيهم فوقيت الظاهره وكتلقاهم كينهتوا، يعني كيلهت بزاف، وما ما ما يعني ما كتلقاوش الحل، عطيو هذا الماء اللي فيه يعني المنقوع ديال النعناع، وان شاء الله غادي تلاحظوا ان الارانب ديالكم غادي تغير النظره ديال الارانب ديالكم خلال الايام ديال الحر. اذا الحل سهل وبسيط، ويمكن لاي شخص او شي واحد مع المبتدئ انه يقوم بهذه الوصفه، خصوصا انها جد فعاله. اذا الحلقه ديالنا راه سهلات،
الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، حلقه مفيده ومفيده للغايه خصوصا في هذه الايام ديال الحر. تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس باش يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.